كلام خاص لكل البنات والستات، لازم كل البنات تعرف الكلام ده. في فيديو العناية بالمنطقة الحساسة لكل البنات والستات قلنا ايه؟ قلنا اننا بعد ازالة الشعر او تنظيف المنطقة الحساسة بنستخدم فوط قطنية للتنشيف، وبننشف من الامام الى الخلف عن طريق الفوط القطنية. طب ليه احنا بنستخدم فوط قطنية؟ وقلت لكم ان انا قبل ما بعمل المحتوى بشوف فيديوهات لدكاترة جلدية ودكاترة نساء عشان المحتوى يكون محتوى صحيح والمعلومات اللي فيه معلومات جيدة. ليه دكاترة النساء بتنصح البنات انها تنشف بالفوط القطنية دي مش بالمناديل الكلينيكس او الكيشو او المناديل الورقية؟ لان المناديل الورقية فيها وبرة فبتدخل جوه المنطقة الحساسة او بتعمل التهابات للمنطقة الحساسة. وفعلا يا بنات انا جالي تعليقات على القناة من كذا بنت استخدمت الفوط اللي هي استخدمت المناديل الورقية دي وقالت لي انها حست ان المناديل دخلت جوه والمناديل فرفتت جوه، وانها كده خايفة انها المناديل دخلت جوه المهبل او في غشاء البكارة او حصل حاجة لغشاء البكارة. فانا بقول لهم طبعا اطمنوا اتشطفوا كويس وبعد كده استخدموا الفوط القطن. الفوط القطن دي بتبقى فوط صغننة كده مقاسها 20 في 20، هتيلك منها 6 او هتيلك 12، وبتستخدم يوميا. بتستخدميها وننشف بيها عقب كل دخول حمام، يعني دخلتي الحمام وتبولتي نتشطف بمية وبعدين ننشف كده. لكن لو مثلا ايه يعني اعزكم الله يعني دخلنا الحمام وعملنا بيبي يعني كده تقيل وعايزة بقى هتنشفي من الامام ومن الخلف، طالما الفوطة دي جات الخلف خلاص احنا مش هنستخدمها تاني. ليه؟ لان اللي احنا عارفين طبعا ان المنطقة المؤخرة او منطقة الشرج فيها طبعا فطريات وبكتيريا وحاجات كده، لو جات قدام هتعمل التهابات. فحضرتك بنشف من الامام الى الخلف، خلاص دي جات في المنطقة الخلفية بتترمي وناخد واحدة ايه تانية، وكده بتحافظي على سلامة المنطقة ومبتتعرضيش بقى ليه وبر او اللي هو بيبقى في المناديل الكلينكس او الحاجات دي كلها. وقلنا ايه كمان مهم قوي عشان تحافظي على ترطيب المنطقه، او انت لو بشرتك جافه والمنطقه عندك ما على طول جافه او عايزه حاجه ترطبي بعد طرق ازاله الشعر، قلنا نستخدم زيت جوز الهند الطبيعي وبندهنه دهان خارجي، ممكن ندهنه على البيكيني والبيكيني لاين وبين الفخذين. وده وزيت جوز الهند ده من الحاجات اللي مضاده للفطريات ومضاده للبكتيريا وبتعمل على تهدئه المنطقه. يا ريت اللي تجرب تكتب لي في التعليقات، وباذن الله باذن الله الوصفه هتعجبكم. لايك وشير وسبسكرايب.